دكتور محمد صلاح ذا لوير اوف ذا يير. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. الف مبروك عشان حضرتك ذا لوير اوف ذا يير. شكرا جزيلا. وي ار سو براود اوف يو. الله يخليكي، ميرسي جدا. كل واحد يبقى شخصيه قانونيه بتكرم منكم، ده شرف اعتقد انه الواحد يعني مش عارف اقول لكم، يعني متشكر جدا. حضرتك تنصح الشباب المحامين الجداد بايه؟ ان هم يقدروا ينزلوا سوق العمل ويواجهوا سوق العمل. اولا لازم مهاراتهم يشتغلوا عليها. اول المهارات المحامي اللي عايز يشتغل دوليا او يكون له سمعه لابد ان يكون عنده لغه. اللغه شيء مهم جدا، اتقان اللغه. يشتغل على الاساس القانوني، المحامي لازم يكون عنده اساس قانوني قوي، و يسعى إلى أنه يلتحق مرة واثنين وثلاثة واربعة بأماكن يقدر يتعلم وينمي قدراته فيها ويستفيد من ده قدر الإمكان. دي النصيحة اللي بوزيها له، والصبر في هذا الإطار، لأنه قال لي يعني كثير منهم بينفذ صبرهم قبل أن يصلوا إلى ما يصبوا إليه. وعندي طلبة كتير جدا كنت أشجعهم أنه يا جماعة استمروا استمروا، هتلاقوا فرصة. وكتير منهم الحمد لله النهاردة بارعين في مجالهم. فنصيحتي أنه لابد أنه يشتغلوا على مهاراتهم قدر المستطاع. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك ان يبقى في مواد قانون في المدرسة الثانوية عامة قبل ما الطالب يخش الجامعة، يبقى عارف خلفية عن القانون. على فكرة ده موجود في دول كتيرة من دول العالم. على سبيل المثال في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ممكن انه في الهاي سكول ان هم ياخدوا قانون. اعتقد دي فكرة جيدة جدا، بل بالعكس في بعض الدول من ضمنهم كندا والولايات المتحدة الأمريكية دراسة القانون بتكون بعد الجامعة. فاعتقد انه مهم جدا في المدرسه في اطار الثانوي انه يدرسوا ماده اسمها وبقترح اسمها القانون والمجتمع. يدرسوا فيها المبادئ الاساسيه، القاعده القانونيه، الدستور، المبادئ الاساسيه عشان يخرجوا يبقوا عارفين ايه المقصود بالقانون ويقرروا على اساسه اذا ده مجال يرغبوا في تخصصي، واذا ده مش مجال يرغبوا في تخصصي يبقى عندهم الحد الادنى المضمون من المعلومات القانونيه اللي لابد تتوافر في اي فرد من افراد المجتمع. فدي فكره نميسه جدا. ايه وجهه نظر حضرتك في المجتمع القانوني في مصر؟ لو بنتكلم عن المجتمع القانوني، في خطوات ايجابيه وجاده تم اتخاذها في تنميه مهارات المحامين، والنقابه طبعا لها دور، ولكن ايضا لابد انه في كثيرا جدا ما يحدث انه الواحد بيشوف احتياج جاد وضروري لتنميه مهارات المحامين. بره على سبيل المثال في حاجه اسمها Continuing Legal Education. Continuing Education او CLE ده مساله في غايه الاهميه، انه بعد ما المحامي بيخلص ده مش المنتهى، ده دي خطوه مبدئيه لابد المحامي يعمل على تنميه مهاراته وتنميه علمه، انه يطور ويحدث في هذا الاطار، وبالتالي عليه يطلع الى افضل ما وصل اليه العلم في مجاله. فبالتالي مهم جدا انه النقابه ومنظمات المجتمع المدني المعنيه بالقانون ومكاتب المحاماه انها تسهم في ده بتوعيه المحامين، انه لابد سنويا يسهموا في تحديث معلوماتهم القانونيه. فبالتالي في خطوات ايجابيه وجاده، ولكن ما زال الكثير مطلوب للنهوض بمهنه المحاماه والقانون في مصر، وجعلها في مصاف المهن الاخرى اللي كان زمان، ده كان زمان اسمه القضاء الواقف، وبالتالي كانت هنا محترمه جدا وقائمه جدا، وعلينا ان احنا نسهم في احترام المجتمع لهذه المهنه الفاضله للناس كلها. طيب انا كنت عايز اعرف راي حضرتك ان دلوقتي عشان نخش كليه حقوق بياخدوا من مجموع قليل قوي، فدي كده بتخلي اي حد بيجيب مجموعه فبيبقى داخل حقوق عشان بس يبقى دخل جامعه ويتخرج. الحقيقه دي احد المشاكل الكبرى. طبعا انا مش ضالع بقى في الفكر وراه، لكن انا برا ان كليه الحقوق ما ينفعش تاخد مجموع قليل. بالاضافه لده لازم كليه الحقوق بالذات اللي بيدرس قانون وعايز يبرع فيه يكون حابب المجال القانوني. فده مع سؤال حضرتك الرائع اللي قبل كده، انه لو ادينا ماده القانون والمجتمع في المدرسه هيسهم انه الناس تعرف ايه القانون وترغب في دخوله ولا لا. فاعتقد انه اذا هياخدوا مجموع قليل على الاقل يبقى في اختبارات قدرات للدخول قبل الكليه، لدخولهم الكليه، لانه المفروض كليه الحقوق ما تاخدش مجموع واطي، ومفروض انه يبقى في اختبارات قدرات معينه، مش بس كتخاطب وكذا، ولكن مبادئ اساسيه اوليه، لان دراسه القانون مش دراسه سهله، ولكنها دراسه رائعه لمن يحب انه يعمل في هذا المجال. دلوقتي في الجامعه بيبقى الدراسه بتكون حفظ بحت، ما بيبقاش فيه حاجات عملي، سكشنز تبقى عملي، نشوف عقود، نحاول نعمل عقد. طبعا دي نقطه اعتقد كتير جدا مغلوط فيها، انه القانون مش حفظ، لكن في طلبه كتير انا عارف بتحفظ او كذا، انا عمري ما حفظت في حياتي. اعتقد ان القانون منطق وعقل وقريب جدا الى الرياضه،
اعتقد الكليه واعتقد انه على سبيل المثال الاداره الجديده للكليه على علم باهميه ده، واعتقد ان هم بيشتغلوا على ايجاد فكر وتدريب ومراكز خاصه بتدريب المحامين وتهيئه السبل لهم، فاعتقد دي نقطه مهمه جدا. وعلى الكليات الاخرى ان تعمل ده. على سبيل المثال في مختلف دول العالم في ليجل كلينكس، في مراكز تدريب، فالطلبه وتنميه قدراتهم البحثيه وتسهيل وتيسير متابعتهم للتطورات القانونيه في مختلف الانظمه القانونيه العالميه مهم جدا يكون الكليه دور فيه قبل خروجهم لسوق العمل. فاعتقد انه جميع المعنيين بالقانون وكليه حقوق في مصر يجب انها تعمل للنهوض بالطلبه ومستواهم البحثي والاكاديمي في هذا الاطار، واعتقد انه ان شاء الله السنوات الجايه هيبقى فيها اعمال ايجابيه كثيره في هذا الصدد. كنت عايز اعرف راي حضرتك في لو تي في. والله انا سعدت جدا بهذه المبادره، النهارده اول مره بعرف عنها، قائم عليها زملاء وتلاميذ وسابقين، سعدت جدا. اولا شيء غير تقليدي مهم جدا، لانه في العصر الحالي قليل من الاعلاميين او الاعلام يتناول المسائل القانونيه بصوره متكامله متسقه سليمه، فاعتقد انتوا بالخلفيه القانونيه اللي عندكم هتسهموا اسهام جاد جدا في انه القانون والاعلام يبقى فيه توافق بينهم. ميرسي جدا لحضرتك، وتشرفنا جدا بحضرتك. شرفت بيك.